السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم معايا في قناه شهيوه وديكور. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الحال والاحوال. اليوم غنخرجكم شويه من المطبخ وغنخرجوا في جوله في منطقه دار بوعزه والمريصه المعروفه في دار بوعزه بالحوز الطري. خليكم حتى نهايه الفيديو. كنتمنى تشاركوا معايا في القناه ودعموا قناة شهيوة وديكور وتبارطاجيو الفيديو وشي تعليق. خليكم حتى نهاية الفيديو تكتشفوا المناظر اللي موجودة في دار بوعزة.